السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بفيديو جديد. يعني اليوم عدنا إليكم بموقع جديد لربح بطاقة جوجل بلاي وإلى آخره من الهدايا. سنقوم يعني بشرح هذا الموقع فرين ناد، يعني سأقوم بوضع الرابط أسفل الفيديو لتسهيل عملية الدخول إليه، يعني ستجدون الرابط أسفل الفيديو. قوموا يعني بالدخول من هذا الموقع. سنقوم يعني بشرحه كيفية التسجيل. يعني ستأتي إلى هنا ريجيستر، تضغط على ريجيستر وسيأخذك إلى واجهة تسجيل كري أن كونت. الحاجة يعني الأولى تقوم بوضع الإيميل، يعني المهم سأضع إيميل. والحاجة الثانية المطبس، المطبس سيكون يعني أرقام وحروف، أرقام وحروف. يعني الأفضل أن تقوم يعني بوضع كلمة سر تكون شوية كبيرة. يعني أنا قمت يعني بتسجيل. عندما تضع المطبس ستعد ريبيت المطبس، تكرار المطبس يعني الذي وضعته، وتقوم هنا ب جو ني سوي با ان روبو، ثم تضغط على هذه التي تبان بالشكل الأخضر سميت تبعثها. يعني أنا قمت بالتسجيل في هذا الموقع، سأدخل مباشرة. يعني موقع يمكنك ربح هدية منه، وأفضل يعني هدية هي كارت جوجل بلاي. يعني أنا قمت يعني بتسجيل سابقا. سنقوم بوضع المطبس. سنقوم بالدخول. هاي يعني البطاقة التي يمكن أن تربحها في هذا الموقع. بلاي ستيشن بلس ابوني جراتوي دوز موا، يعني 30 نقطة. اكس بوكس لايف 12 شهر. يعني الذي يهمنا هي كارت جوجل بلاي $100، كارت جوجل بلاي $100 ب 45 نقطة. هاي ستقوم يعني بجمع 45 نقطة. يعني يقومون بشرح طريقة الاستعمال لتحصل على $100 في بلاي ستور. كومو اوتيليزي لو كود دو كادو، يوريلك يعني. وهذه اسماء يعني للربحة كارت جوجل بلاي. هذا يعني جمع 41 نقطة، وهذا جمع 57 نقطة. يعني سأقوم بوضع الرابط أسفل الفيديو وستقومون بالدخول منه وتقومون بالتسجيل. ما عليكم إلا أن تقوموا ب لكي تربحوا. يعني كيف تربحون النقاط؟ يعني سهل جدا، تقومون بنسخ هذا الرابط وترسلونه لأصدقائكم لكي تفوزوا. يعني كومو اوبتيني ليبو. ستقومون عن كل ما يضغط واحد على الرابط ستحصلون على النقطة. إذا ضغطوا يعني 100 شخص على الرابط ستحصلون على 100 نقطة، وبالتالي ستحصلون على بطاقتين من جوجل بلاي. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتدعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. يعني قوموا بالدخول من الرابط أسفل الديسكريبشن، وإن فزت سأقوم يعني بالسحب، وسأشحن للفائز يعني في فري فاير سأشحن له 200 جوهرة، أو سأشحن له التوب أب إن فزنا يعني بطبيعة الحال.
ولا تبخل علينا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عما هو جديد. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء.